بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيف حالكم يا شباب؟ شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله انكم طيبين. توب 5 على قناة ريسكي كلان، طبعا معكم من كبير التعليق وفرح، وتشرف ان اعلق على التوب 5 هذا. بالمركز الخامس رايد هاز ام دبليو 2 على اكس بوكس. ايش سوى رايد يدور ريلود ويجيب احلى تريك. يعطيك العافية رايد، تستاهل المركز الخامس. معنا بالمركز الرابع ياسين من بلاك اوبس 2، وفلاش ريلود 360، كل شيء سواه ويشيل واحد. واسمع الرياكشن. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ومعنا بالمركز الثالث اتشي مع شاتجن وسنايبر وهنتر وفلاش ودار، وعطاك احلى والباك 360 والباك. يا سلام عليك، من افضل تريك شوت اللي ممكن تشوفه بحياتك، ما راح تتكرر اللقطات هذه. ومعنا بالمركز الثاني شادو ايش قاعد يسوي؟ شادو ماب كارير بلاك اوبس 2، احرق على الاول، شال الاول والكل كام يا وحش، باقي لك واحد كبير يا شادو كبير. وحش بدري على الرياكشن. الاخير قتلني صراحه. معنا بالمركز الاول ايرن ووتكس، المهم الايدي يعني صعب نطقه صراحه، شاتجن سنايبر من اخر الدنيا، ويعطيك احلى تريك. كبير. والى هنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى ان قدمنا لكم شيء يعجبكم. كان معكم اخوكم عبد الله من قناة ريسكي كلان، شوفكم على خير ويعطيكم العافية على اللقطات الحلوة. بيس، في امان الله.